سميتي حنان العلاقي، مدربة السياقة. المهنة ديالي مدربة السياقة، كنزة ولاد المهنة هادي من قولي من الصغر ديالي، وانا حليت عيني على 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 هاد المهنة. من 2010 قبل كنت كنقري الكود، ولكن من 2010 كنخرج للسياقة. حيت الدومين حليت عيني على هاد الدومين، يعني الوالد ديالي الله يرحمه كان مدرب السياقة صافي، وكنت كنحب هاد المهنة وزاولتها. وصراحه في الاول انا من صغري وانا كتعجبني، مشت الوالد ديالي كيزاولها كتعجبني. يوميا ضروري كيكون وجوه جداد، يوميا كتعرفي على ناس جداد، كتعلمي ناس جداد. الهدف ديالي انه الناس تعلم السياقه القانون ديالها. الحمد لله ملي كتشوفي الواحد كيسوق علمتيه وكيسوق وكيتعلم القانون ديالها مزيان كيعجبك الحال. يوم تقررت منين جات واحد المنقبه كتسول على مراه، بغات مراه تعلمها، ما بغاتش راجل يعلمها، بغات مراه تعلمها. من ذاك الوقيته فكرت انني نخرج، علاش لا نعلم حتى انا السياق كما كان الوالد ديالي الله يرحمه. فاش خرجتي تعلميها شنو كان رد فعل الناس؟ ضروري 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 كاين شويه صعوبات في اي ميدان، ماشي غير هذا الميدان. الحمد لله تجاوزناها. الصعوبات بزاف، يعني ما كتجي كيقول لك صافي ومراه، مراه الدور ديالها هو الكوزينه، التعلام ديال المراه حتى هو تعلام، يعني كاينين. الحمد لله بطبيعة الحال كيك شعور زوين وفرحانة كنفرح بزاف، ولا اين فوا شي واحد سقط ما تيعجبنيش الحال. علاش؟ لحقاش انا تنبغي نخدم، كنبغي نبين الخدمة ديالي، تكون نتيجة في الخدمة ديالي. ما كيبقاش فيك الحال ملي كيقولوا لك بحال هاد التعليقات هادي ديال انت غير مرا وما خصكش ديري هاد الشيء حاجة أخرى؟ لا انا ما كيبقاش فيا الحال، بالعكس انا تحدي، كنتحدى راسي اول حاجة وتحديتهم تاهما. انا كنقول لهم بالعكس تشجعوا، اي مهنه دابا ولات سهله بحال الراجل بحال المراه، ملي ولات المساواه ولات بحال المراه بحال الراجل، يعني علاش ما كاينش صعوبات بزاف غير الواحد يصبر ويتشجع. المجتمع ديالنا ما كيتقبلوش ان المراه خارجه كتعلم ولا كتخدم برا، قليل اللي كيتقبلها، ماشي كلشي كيشوفوا المراه كيحقروها، يعني المراه اي مراه كتبقى غير مراه. وبالعكس كنقول للمراه تحيه للمراه المغربيه وتحيه بزاف لحقاش كاينه في اي دومين، وكنشجعها وكنشجع جميع النساء المغرب كامل.